ما عملناش حاجة غلط، ما عملناش شيء يغضب حد ولا يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ما عملناش شيء يغضب حد ولا يغضب ربنا سبحانه وتعالى. احنا اتجوزنا على سنة الله ورسوله باقتناع. بعدين القضية الاعمار بتاعت البشر دي مجرد رقم في البطاقة، لكن في الحياة في الواقع هل حد فيهم من المعترضين رغم ان مش من حقهم يعترضوا؟ هل حد سأل هل هناك توافق فكري، توافق وجداني، توافق عقلي، اهتمامات، ميول مشتركة؟ وفوق من ده ومن ده في حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى بيقرب الناس من بعضها. مشكلة السن بس ده الموضوع دوت ولا شاغل دماغي ولا حطاه في دماغي ولا يهمني اي كلام حد. المهم احنا الاتنين مقتنعين ببعض، متفاهمين خلاص. يعني ممكن اتنين نفس السن ومتقاربين مفيش اي تفاهم ما بينهم نهائي، لكن احنا شخصيتنا متقاربة وفي توافق فكري، فالموضوع الحمد لله.